مساء الخير واهلا بيكم في لايف جديد من لايف في الجول، يوم اخير من مباراة دوري ابطال اوروبا. جنون في اللحظات الاخيره، انتر ميلان بيودع، حاجات كتير حصلت، ليفربول بيكسب بعد شوط اول كان مترنح شويتين. فخلينا نتكلم معاكم في اللي حصل النهارده. انا معاكم رامي جمال ومعاكم نادر عيد. ازيك يا نادر؟ ازيك يا رامي؟ قبل اي حاجه وقبل التوقعات ومسابقه التوقعات، فاستنونا في نهايه اللايف ده، هن شاء الله يعني هنفصل منه على طول بعد ما نتكلم عن الماتشات، وبعدها بدقيقة او دقيقتين بالظبط هيكون زميلي نادر معاكم في لايف جديد بيعمل سحب القرعة بتاعت البلاي ستيشن ده، عشان انا عارف ان الناس كلها تسألني عليه. فهيبقى لايف البلاي ستيشن بعد اللايف ده على طول بدقيقتين ثلاثة بالكتير. خلينا نتكلم عن الماتشات بقى واللي حصل النهاردة، ونبدأ بليفربول. شفت ماتش ليفربول ازاي؟ يعني ممتعة جدا، مباراة رائعة، لان الفريقين بيلعبوا كرة حلوة، وسالزبورج كان لعب ماتش جميل جدا، ولعب بشجاعة ولعب بجرأة، واحرج ليفربول في لحظات كتيره جدا، اضاع فرص كتير. الشوط الاول كان هو احسن، يمكن طبعا فرق الخبره هو اللي حسم الماتش يعني، بس سالزبورج قاتل وقدم ماتش حلو جدا جدا جدا. في المباراه كانت ممتعه جدا الصراحه، رغم ان هي هدفين بس يعني. بالظبط الشوط الاول الخبره، يعني احنا كنا بنتفرج مع بعض الماتش، قلنا في الاخر خبره ليفربول ممكن هي اللي تحسم، ده اللي حصل. بالظبط يعني لو كان في جول اول في الشوط الاول سالزبورج الموضوع كان فرق كتير. بالظبط صح. وخاصه اول كورتين لولا اليسون وفان دايك ليفربول ما كانش لسه في الملعب تماما، وسالزبورج كان شارد حلو، والاثنين بتوع اسيا. سالزبورج عمل ماتش حلو جدا، عمل كل حاجه في الكوره، كانت بس ناقصه اللمسه الاخيره. بالظبط يعني زي ما كان انتر النهارده كان متسرع قدام بومر برشلونه، ضيع فرص كتير جدا كان ممكن بسهوله يخلص الماتش بدري. سالزبورج نفس القصه برضو، يعني ايه اهدار الفرص، التسديد من مكان مثلا ممكن افضل فيه انت تتمرر او تسدد الكره بشكل احسن، ده كلفه كتير. فعشان كده كور كتير جدا كانت بتوصل لاليسون سهله في النهايه، رغم ان هو بيوصل بسهوله لمنطقه جزاء ليفربول. فقله الخبره مع الضغط العصبي مع التوتر مثلا شويه قدام الجون، ده النهارده كلف سالزبورج ان هو يخسر الماتش. خلينا بقى نتكلم ليه ليفربول ظهر في الشوط الاول برغم انه كان فول تيم، كان ظاهر بشكل مش قوي قوي. الشوط الثاني رجعوا ليفربول اللي احنا عارفينه يعني. هو ليفربول الموسم ده عودنا على كده، ما بيبداش الماتشات بمستوى 100% لكن بينهي الماتشات بمستوى 100% او 95%. يعني دي ميزه عند ليفربول، ميزه بس ريسك يعني. ده ممكن حد طبعا ماتش زي النهارده ممكن يجي جون او جونين مثلا طبعا، وهو وخد بالك ده اللي خلفه ان هو يتعادل مع مانشستر يونايتد في الدوري. بالزبط. وفي ماتشات كتيره جدا قدروا نعمل فيها كومباك، وفي اللحظات الاخيره زي ماتش استون فيلا. يعني مثلا استون فيلا المفروض ان انت كمتصدر ما تفقدش نقط قدام استون فيلا، لان هو مش من الفرق اللي المفروض ان انت تقع قصادها، لكن جاب جون في اخر ثانيه صعب الماتش على نفسه. عشان كده ليفربول السنه دي، واحنا قلنا الكلام ده قبل كده كتير، ان دفاعه عنده مشكله وممكن يكلفه مستقبلا في الموسم ده. لكن الفريق عنده ميزه انه بيفضل متماسك، بيأدي بنفس مستوى اللياقه البدنيه بنفس مستوى التركيز. الشوط الثاني بيكون احسن، وده الاهم، لان خد بالك جدا يعني دلوقتي ان في مدربين كتير جدا ولاعيبه كتير جدا بيدخروا مجهودهم للشوط الثاني. ليفربول برضو تلاحظ ان هو نفس القصه، بيركز اكتر على الشوط الثاني. الشوط الثاني هو شوط المدربين كما يقال يعني، بيركز دايما ان الشوط الثاني يؤدي فيه بشكل احسن من الشوط الاول، عشان حتى لو تاخر في النتيجه، لو مثلا البدايه القويه بتاعته اديته الافضليه، ممكن الفريق يتراجع شويه، بيبقى يحس ان المهمه انتهت. فالاداء بتاع اللاعبين ايه بيقل، التركيز بتاعهم بيقل. لكن كون انت تحافظ على ده وبالعكس بل المستوى بيعلى في الشوط الثاني، في حاجه كويسه جدا ليفربول، وده اللي خليته السنه دي ان هو لغايه دلوقتي هو الاول في الدوري. اعتقد كمان النهارده كان في روح مختلفه بين صلاح وماني. بعد ما صلاح جاب الجون الجميل جدا اللي بيفكرنا بجونه في كان باليرمو تقريبا، لما كان مع روما يعني. أيوة. كان الخط، بس انا بشوف طبعا جول بتاع روما كان اصعب بكتير من كتير على الخط طبعا، بس النهارده جول حلو جدا. وبعد كده صلاح فجاه في كورتين كان بيسيبهم لماني، اللي هو انا ماليش دعوه فاهم، بس يعني ماشي حلو. اعتقد حاجه حلوه هو جول النهارده. كمان صعوبته ان هو باليمين، فعشان الكوره يعني مش هتلف لجوه، لو بشماله الكوره لفت لبره، فكون ان هو يظبطها بالشكل ده، فهي دي حلوه الجول. تمام. نروح بقى سريعا بعد كده الماتش برشلونه وانتر ودورتموند اللي كسب الناحيه الثانيه 2-1 عشان يتاهل مع برشلونه. برشلونه النهارده نقدر نقول برشلونه بيه، وعملوا كل حاجه في الكوره. بالظبط. وكانوا مرهقين لانتر، ولوكاكو كالعاده بيوصل اهدار الفرص. انا بالزبط. عارف الموضوع ده من ايام مانشستر يعني. ف ليه برشلونه كسب؟ اولا طبعا متوقع انتر حتى في السحب عندنا. بالظبط بالظبط، خصوصا بعد ما عرفنا ان ميسي مش هيلعب. بالزبط. وان كان خلاص طبعا عشان برشلونه عنده الكلاسيكو الاسبوع الجاي، فهيحاول ان هو يدي راحه اكبر للاساسيين. ده اللي خلانا نقول. وطبعا في المقابل انتر بيأدي بشكل كويس في الدوري، متصدر، عامل موسم طيب جدا لغايه دلوقتي، فده اللي خلانا نتوقع ان انتر هو اللي يكسب.
بس النهارده حصل العكس، وانا ارجع ده لاسباب كتيره جدا، منها نقص خبره لعيبه انتر في الشامبيونز ليج، رقم 2 فرق اللياقه البدنيه، في لعيبه فريش بتلعب لعيبه لعبت في بطولات كتيره جدا او بطولات ماتشات كتير في الدوري وفي دوري ابطال اوروبا، رقم 3 لعيبه برشلونه بتلعب من غير ضغط، مش مضغوطين بعكس انتر. انتر لازم تكسب بس 1-0 يعني، انت بتتكلم في لوكاكو من ورا الضغوط، في جودن ورا، في هاندانوفيتش، كنت بس نفسه مش كل الضغوط. مش كل الفريق يعني انت مشكلة في اوروبا من يوفنتوس، هو عنده مشكله في اوروبا طبعا، ويون كنتي قبل كده حتى كان اعترف بان طريقته 3-5-2 دي ما تنفعش في اوروبا، عشان كده كنتي عمره ما وصل بعيدا في دوري ابطال اوروبا، اعتقد ان هو اقصى حاجه كان وصلها دور ال 16 مع يوفنتوس، تقريبا ما عداش الدور ده مع يوفنتوس، ومع قبل كده برضو مع تشيلسي اعتقد هو ما عداش دور 16، قبل كده كان خرج من برشلونه لما كان مع تشيلسي. فكنتي عنده مشكله في الطريقه دي، طريقه 3-5-2 ما بتنفعش في اوروبا. رقم 2 مش كل لعيبه انتر عندهم خبره في الشامبيونز ليج، لما بتكلم على لعيب مثلا زي جودين عنده خبره ضخمه جدا، بس لما تجيب لعيب عنده جودين عنده مثلا 35 سنه قصاد لاعب من برشلونه عنده 19 سنه او 20 سنه، فرق لياقه جامد قوي، فرق سرعه جامد جدا. ضيف على كده بقى كمان برضو ان الضغط ده اثر على الفريق النهارده واهدار فرص غريبه جدا، يعني كم فرص النهارده ضيعها انتر كان ممكن يخلص الماتش من بدري، غريب جدا يعني لما لوكاكو يضيع فرصه في الشامبيونز ليج في ماتش حاسم زي ده قدام برشلونه، ده ما اقدرش ابرره او افسره غير ان ده الفرق بين لوكاكو وبين لعيب زي لويس سواريز، وبين لعيب مثلا زي اجويرو، وبين لعيب مثلا زي ليفاندوفسكي. لوكاكو يعني عند لما كان في مانشستر وكان ايفرتون الناس كلها كانت شايفاه كويس، عشان ايفرتون مش واخد المتابعه الكبيره في مانشستر في سنتين معانا يعني، بس لوكاكو فعلا عشان زي ما متفق مع المعلق الكبير عصام الشوالي النهارده، هو فعلا عشان يجيب جون لازم يضيع قصاده 10، ما يعني هو عنده مشكله في اللمسه الاولى لحد النهارده مش عارف يصلحها، عنده مشكله في يعني حتى الجون كمان اللي جابه الكره خبطت في رجل مدافع برشلونه اعتقد الانجليه يعني في الكره اللي في الشوط الثاني اللي هو خد الكره وجري وعدى نيتو حارس برشلونه خلاص بقى شوط، لا هو كمل للكورنر طولت منه الزاويه صعب، هو عنده مشكله في الدريبلينج، عنده مشكله في تسلم الكوره في اللمسه الاولى، عنده مشكله كبيره، فالموضوع ده هو مش غالبا هو مش مقتنع بيه بالانتقادات، هو حتى من فتره كان بيتكلم بيقول في مانشستر كانوا بيقولوا عليا ان انا لمستي الاولى وحشه، طب ده شفناه النهارده فعلا، يعني هو مهاجم كبير وهداف كل حاجه، بس فعلا دي اهو النهارده يعني هو اللي جاله الفرصه مثلا مش لو تارو مارتينيز، لو اعتقد لو العكس لو كان لو تارو كان الموضوع كان ممكن الموضوع يبقى احسن فعلا. لوكاكو بالنسبه لي يكلف انتر النهارده بالظبط، وانتر بشكل عام كان بيعاني قدام شباب برشلونه، انس فاتي لما نزل الجون شبه جون ميسي في اتلتيكو اللي يوم وفي ريال مدريد، نفس التسلم والستاند، يعني حاسس انا شفت الجمله دي كذا مره قبل كده، لعيبه انتر سايبينه بيستلم براحته وبيشوط براحته يعني زي ما انا قلت لك، ده فرق مستوى فني، فرق اعداد، فرق لياقه بدنيه، فرق الضغوط، فريق بيلعب ماتش كانه ماتش ودي، حتى لو خسرنا مش هنلام، احنا لعيبه شباب بيجربنا مدرب، وين فريق تاني المفروض انك تكسب على ارضك وبتلعب برشلونه طبعا، بس المفروض تكسب، يعني انتر ما عندوش اي مبرر ان هو يخرج النهارده حتى متعادل يعني. خلينا ناخد كومنتات سريعا طبعا عارف البلاي ستيشن، فيعني على الجواب صح اكسب بقى. بص يا محمد انور والله هيبقى في سحب مع نادر بعد اللايف ده على طول، هو سحب كل مره والناس بتقول احنا توقعنا صح المره اللي فاتت، هو بيكون في سحب وبيكون في لايف موجود ومثبت على الصفحه في الفيسبوك باسم الفائز، فهيبقى في قرعه وفي اسم كل الناس اللي توقعوا صح النهارده وهنعلن عن اسم الفائز على طول النهارده. في طيب في حد برده بيسال عن الكهرباء راح الاهلي ولا لا، مش عارف الجول حلوه كده يعني بص انا كان على في الجول، انا عارف ان ده حاجه محلي بس علشان انا اسمح لي ارد عليه، عندنا اخر حاجه على في الجول انه في تفاصيل بسيطه بتفصله عن التوقيع، هل هو وقع ولا لا تبقى اللي في الجول لا لسه. نرجع تاني بقى لدوري الابطال، كان في حد اهو ياسين مصطفى بيسالك هل مشروع لوسيان فافر مع دورتموند هيكمل ولا لا؟ توقع ما اعتقدش، لان دايما دورتموند عنده مشكله ان هو في الحفاظ على لعيبه كويسه، هما في مشكله دلوقتي مع جادن سانشو وما بيلعبش وعايز يمشي وبعد سنه، ده بيفكرني باللي حصل مع ديمبلي برضو، راح قعد سنه ولما برشلونه طلبه وبعدها، يعني اعتقد الوحيد اللي مشي من دورتموند بشكل كويس كان بوليسيتش، غير كده اوباميانج نفسه مشي بمشكله بعد كذا سنه، يعني غالبا في مشكله اداره بياخدوا وعود ان هم هيمشوا وبعد كده مثلا بيرجعوا معاهم في الكلام، وطبعا والنتائج الفريق السنه دي في الدوري اكبر دليل على كده ان هو برضو السنه دي اداؤه في الدوري نتائجه في الدوري مش زي الموسم اللي فات، هو لا برشلونه النهارده ما كانش اهل يعني بالظبط، يعني الموضوع ما كانش في ايده لوحده. برضو لسه كل الكومنتات على
برضو كان ياسين اهو كل الكومنتات على البلاي ستيشن. تمام. فبعد كده بالنسبه لتوقيع الكهرباء فاكيد رديت والله ده اللي عندنا في الجول. هنروح سريعا بقى لماتش تشيلسي كده ومجموعه تشيلسي فالنسيا اياكس. اياكس النص نهائي السنه اللي فاتت بيودع من ملعبه السنه دي قدام فالنسيا. تشيلسي بيكسب ليل بسهوله وبيتاهل لكن فالنسيا بيتصدر. ليه اياكس خرج؟ عشان ديليخت وديونج فعلا كانوا مؤثرين للدرجه دي؟ طبعا طبعا اكيد. وخد بالك برضو اياكس المشكله ان هو واقف مجموعه يعني قويه مع فرقتين قويين فرقتين متمرسين في الشامبيونز ليج. يمكن الظروف ما خدمتهوش النتائج ما خدمتهوش. النهارده كان هيتعادل يوصل ف يعني بالظبط فكون انه يسقط النهارده في ملعبه فدي توريك قد ايه عندهم خبره احسن من لعيبه تشيلسي. المفروض يعني المفروض بس خد بالك برضو يعني اياكس اللي حصل منه الموسم اللي فات ده صعب انه يكرر كل موسم. لان انت مثلا فالنسيا بيلعب في اسبانيا مع اشبيليه ومع اتلتيكو مع ريال مدريد ومع تشيلسي بيلعب مع مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد. لكن اياكس بيلعب مع مين؟ يعني ايه يعني احنا دايما كنا بنتكلم على باريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان ايه اللي بيأهله في فرنسا؟ ايه اللي بيخليه يحتك بقوه في فرنسا فبمؤهل في الشامبيونز ليج يوصل بعيد؟ مفيش. دوري فرنسا ضعيف، دوري لندن ضعيف. ضيف على كده بقى كمان ان اللعيبه مشيت، فرينكي دي يونج وديليخت فان دي بيك طبعا غالبا هيمشي، حكيم زياش برده كان بيقال ان هو هيمشي بس النادي في على اخر لحظه في سوق الانترنت قعد. طبعا هو متاثر جدا بقصه اللاعبين. تشيلسي لامبارد بقى اول مدرب انجليزي او لاعب انجليزي يتاهل كمدرب ولعب لدور ال 16 في الشامبيونز ليج. طبعا هو فرانك لامبارد ممتاز طبعا، يعني كنا بنعمل النتائج دي مع لعيبه شابه وكتيبه شابه وعنده مراكز كده جدا كثيره جدا محتاجه تدعيم ولعيبه ما عندهاش خبره بيقدم بيهم بالنتائج دي، فده حاجه تحسب جدا لفرانك لامبارد. والمجموعه الاخيره بنفيكا بقى واللي كانت مولعه، بنفيكا وليون جاب جول في الدقيقه الاخيره من ديباي وتاهل ليون مع لايبزيج الالماني. وبنفيكا راح للدوري الاوروبي وزينت خرج. مجموعه كانت مشتعله، حاسس ان المجموعه دي قوي بس كانت مجموعه مشتعله جدا. بالزبط. حتى بعد الماتش انا شفت فيديوهات لديباي لاعب ليون كان بيتخانق مع الالتراس بتاع ليون ان هم شتموا مارسيلو زميله في الفريق خناقه وقالوا له ان انت يعني اسوء لاعب في الفريق وصفوه بالحمار. فهو راح كان عايز يتخانق مع اللعيبه والامن فصل وكان في مشاكل كبيره في ليون يعني. فمش عارف دي هتاثر عليهم ولا لا بس يعني هنشوفهم في دور ال 16. يعني المجموعه دي كانت المستويات فيها متقاربه جدا عشان كده فضلت لغايه اخر لحظه مشتعله. يعني بكره بقى بكره ان شاء الله طبعا. طبعا احنا عندنا مجموعه بايرن توتنهام اعتقد دي خلصانه اتحسمت خلاص. اتحسمت. مجموعه ريال مدريد برضو نفس القصه. في مانشستر سيتي واتلانتا. تمام. استنى حاول. اعتقد ان المجموعه يعني ريال مدريد وسان جيرمان اتاهلوا، بايرن توتنهام اتاهلوا، دينامو زغرب المجموعه بتاعت سيتي مانشستر سيتي وشختار. المجموعه دي ممكن يكون لسه فيها في شختار 6 نقط، دينامو زغرب 5 نقط، اتلانتا 4 نقط، ودوي بكره هيلعب فيها سيتي هيلعب دينامو زغرب، شختار هيلعب اتلانتا. شختار. اعتقد شختار بالظبط. طبيعي. واتلتيكو مدريد ولوكوموتيف موسكو ويوفنتوس المجموعه دي اتلتيكو لسه موقفه مش محسوم 7 نقط، باير ليفركوزن 6 نقط، ولوكوموتيف 3 نقط، لوكوموتيف طبعا ودع، انما اتلتيكو بكره هيلعب لوكوموتيف في اسبانيا اعتقد تاني ممكن سيميوني. اتلتيكو هيلعب لوكوموتيف في اسبانيا ده ماتش سهل. احنا قلنا اتلتيكو التاني كام نقطه؟ 7 نقط وباير ليفركوزن 6 نقط. اتلتيكو كده محتاج يعني هو اعتقد هيكسب هيوصل يعني يعني هو الموضوع في ايده يعني اتلتيكو مدريد. في كمان خبر عاجل جالنا دلوقتي انه نابولي اقال انشيلوتي. يعني نابولي وانشيلوتي بالظبط كان امر متوقع بس ليه؟ كان امر متوقع على قدر يعني مدرب رائع طبعا بس ما اعتقدش ان نابولي بيدعم بالطريقه اللي ممكن تخلي حد يعمل. نابولي ده نابولي صراحه كون ان هو يحافظ على انسيني وميرتنز واللعيبه دول طول السنين دي ده كان انجاز. يعني كون انت تحافظ على اللعيبه دول يعني نابولي ما كانش بيقعد فيه لعيبه مميزين يعني كافاني تالق مشي، كان لافيتزي تالق مشي ديش. بعد كده هجوين راح منافس مباشر كمان يوفنتوس. فهو اعتقد كان رهان صعب من انشيلوتي كون انت يعني تبقى مستني انك تحقق مع نابولي نفس اللي حققته قبل كده مع ميلان ومع ريال مدريد ومع تشيلسي كان صعب جدا يعني. فاعتقد ان هو يعني انشيلوتي ما لقاش الكواليتي اللي اتعود ان هو يدربها قبل كده فعشان كده النتائج ما جاتش بشكل كويس يعني. انا شخصيا مش عارف هل ديلورينتس ملك نابولي كان متوقع ايه بصراحه. هل مثلا كان هياخد الدوري من يوفنتوس قوي جدا يعني انتر احنا زي ما احنا شايفين عشان يقدر ينافس يوفنتوس في ايطاليا جاب لعيبه كتير يعني وانتر على قد ايطاليا انا شايف انه سكواده كويس جدا يعني انما في اوروبا محتاج تطوير انما
في ايطاليا انت كنابولي ما دعمتش المدرب بصفقات، فهو مش هيعرف يعمل حاجه يعني. فبصراحه الموضوع بالنسبه لي كان غريب. هو نابولي يعني اللي المدرب اللي بيروح نابولي ما ينتظرش ان الفريق يدعم صفقات ويقدر ان هو ينافس يوفنتوس، يعني ده حاجه ممكن تحصل مثلا في موسم، يعني بتبقى حاجه استثنائيه، بتبقى حاجه مثلا المدرب بيأدي فيها بشكل كويس واللعيبه بيأدوا فيها بشكل كويس. لكن كل موسم تتوقع ان انت بنفس السكواد هتنافس يوفنتوس، وخصوصا كمان دخلك انتر السنه دي، اعتقد ان الامر صعب جدا. يعني هو اعتقد رهان انشيلوتي على حاجه زي دي كان خاطئ من الاول يعني. تمام، خلينا نختم معاك شكرا ليك يا نادر. شكرا رامي. شكرا ليكم، وانتظرونا ان شاء الله بعد دقائق في قرعه سحب البلاي ستيشن، توقع ماتش برشلونه انتر ميلان. شكرا.